السلام عليكم، كي دايرين الخوت؟ كلشي بخير، نتمنى كاع تكونوا بخير والصحه ديالكم بخير. وكما العاده جيناكم عاوتاني قصه، هاد القصه هادي فريده من النوع ديالها كما كيقولوا، مع خونا يونس. انا اول واحد كيدوز لعندي قصير في القناه ديالي. الانسان هذايا جا كما نقولوا جا قصير، جا مينور اوروبا ومدوز. انا على بالي القصه ديالو غادي تعجبكم، وواحد حكى لي انا القصه ديالو. وبغيت بهذا الاخ هذايا يونس، بغيت نصيفط واحد الميساج لواحد الفئه ديال الناس كتبعني في اليوتيوب، اللي هما الدراري الصغار. الدراري الصغار مثلا اللي مينور وكذا، اللي في عمره 16 عام 15 عام 17 عام، كيقول لك خويا ايوب انا باغي نطلع، انا باغي كذا، انا باغي كذا. خويا انا جبت لك خويا يونس غادي يحكي لك راه باش طلع قصير راه صعيبه وواعره، سيرتو لما كنتيش قاري، ما عارفش الدنيا، ما كما كنقولوا وداركم راه غتضيع اخويا. وما ننصحكش، انا كما كتعرفوا راه ما كندعمش على الهجره. هادشي اللي جبت لكم خويا يونس باش تعرفوا شنو كاين. خونا راه ماشي طلع فيزا ولا كذا، ولا جابوا الاب ديالو ولا الام ديالو هنايا لاسبانيا، نو، جاب بوحدو وتعذب وقاسى. وانا حكى ليا هادشي علاش بغيت يعاود لكم، وهادشي علاش بغيت خوتي اللي كيتفرجوا فيا. خويا نقدر نقول لك طلع الغربه، كيتوصل كما نقولوا تولي ماجور، تولي كبير، صافي وصلتي 19 عام كذا مثلا، قريتي تعلمتي صنعه، اوكي نتفق معك، نقدر نقول لك اوكي باغي تفكر في الهجره بشي طريقه زوينه، معليش تكون انت فيها مرتاح. اما مينور اخويا، مينور ما ننصحكش اخويا. وانا راه خوتي كيتفرجوا فيا حتى هما، عندهم 15 عام وعندهم 7 سنين، ما نقدرش انايا نصيفط خويا للغربه، كنعرف الغربه شنو كتسوى. خويا يونس مرحبا بك اخويا. مرحبا بك خويا، وراك خويا وعزيز. بغيتك تحكي ليهم اللي دوزتي، واخا كيفاش طاحت عليك الفكره ديال الغربه؟ شنو السبب الاول اللي خلاك تخرج بعدا من البلاد، واللي خلاك تطلع للغربه وتطلع هنايا، وتحكي لهم القصه ديالك، العذاب اللي دوزتي سواء يا في المرصا يا في الفلوكه. السلام عليكم خوتي. المهم سميتي يونس، ولد ابن المدينة الرشيدية، 21 سنة. المهم اخوتي باختصار، طاحت لي الفكرة ديال الغربة من سنة 2018. كنت كنريح مع الدراري، المهم كنت انا اصلا كنت كنقرا حتى البكالوريا، وكنمشي للمدرسة، كنفهمش كنهضر مع الدراري في هذا الموضوع. المهم واحد النهار في الصيف قلت اقتحت مع الدراري في الصيف هكا باش نطلعو للمهدور، هضرنا وين. اسمح لي، الفكره جات من عندك انت ولا من عند شي صاحبك؟ جات من عند واحد صاحبي، هو قالها لي، قال لي الا بغيتي تمشي لاوروبا المهم تصوبي راسك تصوبي والديك، المهم نحلو واحد هو انا نطلع للمهدور، ندبر على الفلوس نمشيو للريسكا ومولاها ربي، فهمتي. وصافي هضرت مع داك الدري وتلاقينا مع دراري وحده اخرين، كنا بقى خمسه هو هضرنا، وقلنا نجمعوا شو ديال الصريف نخدموا، وجمعنا شو ديال الصريف وصافي، وقلنا نتوكلوا على الله. هادشي في الرشيدية، مازال في الرشيدية. تحياتنا للناس الرشيدية. قصات خويا بيك ستوري. سير. والمهم جمعنا شو ديال الفليسات، هضرنا مع والدينا، كل واحد مع والديه، وقال المهم قلنا لهم احنا غنمشيو نخدموا في النهار، خاصك ضروري تقول لوالديك بلي راك غادي تمشي لواحد شي سبه. سير سبه، فهمت؟ ما جايش تقول لهم بلي راك انت غادي. الله يسمح لنا من الله. يسمح لنا من الوالدين. المهم مشينا خوتي، طلعنا للكار، مشينا للناظور، صبحنا تما في المحطة، مشينا سولنا فين جاية بن نصر، شدينا الطاكسي ورونا فين جاية، قالولنا شنو خاصكم ديرو. تلاقينا بأصلا شي دراري اللي أصلا هما ولاد الحومة ديالنا، اللي كاينين في الناظور، اللي كاينين في بن نصر، تحية ليهم، تحية خويا هشام. وصافي المهم هضرنا معاهم، وصلنا تما لبن نصر، تعرضولنا الدراري، ريحنا معاهم شوية تما في الدار. المهم ورونا حلبونا بزاف ديال الحوايج، قالوا لنا الا بغيتي تكريو الدراري كاين هنا الدريات كيكريو، هضرنا معاهم وداونا لواحد الشارع تما ديال حاشاكم ديال العائرات. المهم هضرنا معاهم وقالوا لنا ورونا شي بيت، قالوا لنا سميو شنو اللي بغيتي تكريو راه كاين البيوت. كرينا معاهم واخا كانوا كانوا مشاكل، دوزنا عذاب في الناظور واحد الشهر. الحمد لله حنا ما فاهمينش مع هذوك الناس، و صح حنا باش نخرجو من عندهم، وخرجنا وبقينا تنمشيو كنريسكيو، كنعسو جيت البور،
كندخلوا من اش من بو ديال الناظور الناظور كنمشيو كنضربو من اللور فهمتي كان معاه كاين الديبو تما كاين داك داك الباريل اللي كاين في اللور في واحد الشباك تنقزو وحده تما شي سكه ديال واحد الدران ديال قديمه فهمتي كنعسو تما ولفنا فهمتي الحمد لله دوزت شهر وصافي ما مجابش الله واحد النهار مشينا ضربنا عمان كنا نجربوها نضربو عمان باش ندخلو لليليا جربنا يلا كنوصلو حتى لحدا الحجر ديال لليليا وكيجي العساس كيرجعنا فهمتي شدنا ودخلنا باش نرجعونا من الباب الكبير وبزاف ديال الحوايج المهم باختصار ما دور ما سهلش عليا الله رجعت لمدينتي دوزت تما مع الدراري شهرين رجعت لمدينتي وداك بقاو تما وفهمتش انا هضرت مع والديا قلت لهم واش ندوز قلت لهم انا الحل الواحد وانا اللي نطلع لطنجة نشوف شي واحد شي حرق اللي حرقني الحمد لله الوالد اقتنعتو وهضرت معاه والحمد لله هضر مع شي ناس كيعرفهم هو ديجا وطلعت لطنجة وريحت مع الناس تما في طنجة ريحت مع سليمان اللي هو فهمت مكلف بالحرارة كامل اللي بلا ما تذكر اسامي بلا ما تذكر اسامي بلاش انت غير قول قول انسان وصافي ما تذكرش اسامي واخا المهم هضرنا مع داك السيد تلاقينا به داني لواحد الدار قسنا الحراقة المهم دوزنا واحد السيمانة كل ليلة فهمتي تيقولوا لنا خاصكم تكونوا مستعدين فهمتي يكون التليفونات ديالكم في حداكم فهمتي باش اون فوا تكون شي خارجه خصو يعيط لكم باش تلبسو تكون ليستو فهمتي كما كيقولو بالسوريه وصافي الحمد لله ديك الساعه دوزت ديك السيمانه الاولى دوزت بخير ولفت الجو ديال طنجه ولفت القنوته فهمت عارف شحال من حاجه كنسول من هنايا كيفاش البلان والمهم واحد النهار عيط لينا قال لنا خصكم تخرجوا مع 4 الصباح عيط لينا قال لكم لبسوا الحوايج مع كان البرد وجات واحد الفارغو هبطنا حتى شحال كنتو من واحد نتوما؟ كنا بوان كنا في ديك الدار قول 16 واحد لحقاش كل دار وفيها الدراري فهمت شحال حراقة هاديك حاجة باينة هو دانا حنا ب 16 دانا في الفارقو شوية مضيق دانا حتى سميتو لواحد العروبية كاينة فيها حدا العرايش جيت السكة المهم تلاقينا تما مع الدراري وجلسنا تما كنا بشي تقريبا 48 كل واحد كل حراق وكيجيب الحراقة ديالو فهمت لقينا تما جلسنا ومهم جلسنا شويه كان مع هما خصهم يهضروا مع المخزن مع المخزن كاين حدا البحر فهمتي باش هما يخلصوهم باش يخليونا نخرج فهمتي المهم هزنا الباطيرات وهضروا معاهم خلصوهم وضربوا بيلا علينا المخزن شافونا وهذه دابا انت كتقول متاكد من هادشي اللي كتقول متاكد من هادشي يعني بغيتي تواطؤ مع رجال السلطات خرجوا نتوما يعني خلصوا لامارين هما باش مش لامارين غير دوك اللي كيكون حدا الكوارديا اللي كيكون باش تقول لي انا حسب اللي قلتي لي لامارين ولا ماشي لامارين اوكي مش اوكي سير اخويا اللي كيكونوا جالسين حدا البحر كيحضوا فهمت اللي كيخرجوا كل المهم هما دوروا معاهم وخلونا ندوزو هزنا باطيرة هزنا موتور كنا ديك الساعة بشي 48 واحد درنا اماش هزنا كان الموتور ديال 40 دخلنا كان شوية سميتو الرايس كان شوية ماشي تال تما ماشي نورمال كان شوية سكران فهمتي كان حشاش وسكران حشاكم اخوتي و المهم طلقنا هو هبطنا ماشي باش هو يطلعنا الفوق ما كانت كتبان لنا طنجة من الفوق خرجنا مع الوحدة ديال الليل كتبان لنا ديك الساعة الضو ديال طنجة وكيبان لنا ليش نتوما قلتو مشيتو مع 4 ديال الصباح لا خرجنا مع الوحدة الوحدة ديال الليل الوحدة ديال الليل اها وهو شنو دار الرئيس ما عرفش الطريق مزيان فهمتي هو اصلا كنا كنعسو ليه كنقول له هذيك طنجة الضو ديالها كيبانو اسباني قدامنا لهي مع كنا خرجنا حنا من واحد العربية حدا العرايش فهمتي وصافي هو هبطنا لتحت هبطنا عاوتاني حتى جيت سميت ديك البلاصة ديال سليمان هبطنا حتى لتحت فهمتي وشدتنا لامارين تما ما سهلش علينا لا شدتنا معنا بجوج ثلاثة ورجعنا عاوتاني هبطنا وفهمتي كنا مكرفسين مع الدراري كانوا فهمتي قاسهم المازوت ما بين رجليهم حنا كتشعل فيك العافية تسمى الرحلة الأولى ما تيسراش ما تيسراش الرحلة الجاوجة جيت عاوتاني فبدلت الحراق بدلت الحراق ورد لك فلوسك؟ لا أنا ما طلعتش خلص أنا سميتو داكشي مضمون جيت أنا بواحد الثمن غالي كارانتي ماشي كارانتي جيت بثمن غالي فهمتي لحقاش الدراري اللي طالعين كاين اللي طالعين بمليون ونص جوج مليون يا توصل يا ما توصلش شد من شد من انت شحال مخلص؟ انا مخلص 5 وانا ما خلصهاش حتى توصل ليه؟ حتى نوصل عاد باش نخلصها له فهمتش المهم ما سهلش الله رجعنا مشيت الوالد هضر معايا قال لي كاين واحد الحراق اخر هو غيديك في لانشا يدخل حتى لمرسى والحمد لله الوالد هضر مع داك السيد وواحد الليله الاولى نيت هضر معايا تلاقيت به
قال لي واش انت موجد؟ قلت له لا. المهم قلت له راني لابس موجد. صافي دنا انا واحد جوج دراري دنا صافي دنا انا وداك الدري مشينا للمرسى مع ديك 10 ديال الليل. قالنا خاصكم تجلسوا هنايا. كنا جالسين في الطوموبيل كنا كنضربوا على المخزن فهمتنا كنولي تحت حدا الشباك لاحقاش هما كيمشيو معنا الجوي الوحدة ديال الليل وحنا ما دخلنا حتى ديك الجوج وخصنا نتعوا واحد الحيط باش ندخلوا لاكابين ديال الرايد فين كيحط السلعه ديالو وفين كيحط المسائل ديالو فين في لاكاب ما كنهضرش في لاكاب ديال الباركو كنهضرك في لاكاب في كي في المرسى فهمتي فين هادشي في المرسى هادشي في المرسى. المهم دخلنا تحرك المخزن كان واحد العساس تما بالكلب ديالو. المهم كنا غادي نحرد محردين هكا فهمتي باش ما يشوفناش العساس نقزنا الحيط. المهم طلعنا عاوتاني للحيط باش نهبطوا هادشي معاكم الحراك؟ لا ما الحراك لا مشيت انا غير الدري فهمتي ورانا شنو غادي نديرو هو عارف لينا كيفاش غادي ندخل هو غير قال لكم سيروا دير هكذا دير هكذا هكا هما غيتلاقاو مع يتلاقاو بينا الدراري لتحت فهمتي. صافي المهم درنا داكشي اللي قال لنا ودخلنا هبطنا لتحت كان كيتسنى واحد الدري هو اللي صاحب الرئيس اللي غيخرجنا مع ديك مع الخمسه الصباح شي خرجنا في اللانشا جا حلينا الباب قال الناس جلسوا هنا حتى يجي الرئيس مع الخمسه ديال الصباح كان ديك الساعه جوج ونص بحال هكا باش دخلنا فهمتي. صافي ريحنا تما كنا انا والدراري جالسين كنتعاودوا بيناتنا شنو غندير واحد نوصلوا ان شاء الله شنو المهم بزاف عارف داك الاحساس ديالك فرحان فرحان وهادي. صافي قلت صافي غادي نقطع البحر ان شاء الله. صافي جا مع ديك الخمسه ونص جا سميتو الرئيس عطانا الحوايج نديرو بحال غنصيدو فهمتي لحقاش باش تخرج للمرسى كيكون تما البوليس فهمتي ما جايش تخرج هكا بالحوايج ديالك لحقاش يشوفوك يشوفوك يعرفوك حرك عطاكم الجيلي عطانا الجيلي وهزنا الشباك المهم هزنا الشباك هزنا بزاف ديال الحوايج المهم المسائل ديالو هو فهمتي باش كيصيد. المهم تعاود هزينا داكشي مشينا للانشا ديالو حطينا دوك اللعيبات دايم ورا خرجنا مع ديك المهم خمسة خمسة وربعين خمسة وربعين بحال هكاك ديمارا مشينا بشويه كان البحر شويه كان البحر هادئ ما كانش كاع مهيج فهمتش. المهم وصلنا للبوغاز المياه الدولية ديال اسبانيا والمغرب والمغرب هذيك 6 ونص عادي الله كيفتح كتفجر عاد كيفتح النهار. المهم وصلنا تما وسميتو جلسنا واحد نص ساعه جاو الاخرين فهمتي قال لحقاش خصنا نتلاقاو كاملين تما ماشي نتلاقاو واحد حدا واحد فهمتي كل لانشا تكون بعيدة على الأخرى فهمتي لحقاش هما أشنو دايرين ديجا هازين دوك لانشا واحد باطيرات صغار ديال متر ونص هاكا فهمتي في كيجلسو فيها خمسة ديال الناس ولا ثلاثة ولا أربعة ديال الدراري فهمتي جابوها نفخوها في البلاصة ضربات ديك السبعة صافي كل واحد كل جهة وفهمتي وفيها الدراري فهمتي فيها خمسة أربعة ديال الدراري في ديك الباطيرة. المهم وانا كنت انا وربعة ديال الدراري وعندي الفيديو راه سجلته انا واحد الدري غادي نوري لك عطيني داك الفيديو وغادي يبين لكم اخويا ايوب. المهم كنا حطونا تما مع ديك السبعة دازت واحد الساعة هكا كان بدا تيهاج للحر وهما اللي جابونا فهمتي بعدوا علينا شوية والصبرين كيكدو المهم دوك الباركور ديال الصبرين كيدوزو حدانا فهمتي هما من بعدو علينا باش هما يعطيو لا مارين تما هما دخلوكم للبحر من بعد نفخو لكم فلوكات صغار وخلوكم ورجعو والله رجعو الله باش هما يعطيو رجعو للمياه الدوليه ديال المغرب باش هما يعطيو لا مارين ديال اسبانيا بلي راه كاينش واحد تما في وسط المياه الدوليه ديالكم اللي راه بالباطيره وبفعلا نهضروا معاهم صنعوا عليهم ولكن سمح لي انتم مفاهمين معاه باش يوصلكم للشط ولا لا غير وصلنا غير وصلنا مياه دوليه مياه دوليه وما وصلنا مياه باش دولية. باش الناس تفهم شنو كاين واه ما وصلنا غير للمياه الدوليه وخلاونا تما فهمتي هما ما عندهمش الحق يدخلوا المياه الدوليه الاسبانية فهمتي المهم حيت حق خلاونا تما وما رجعوا بحالاتهم في البلاصه نفخو شامبريرات خلونا تما رجعوا دازت نص ساعه هكاك عاد كتجي لا مارين كتجي الحمراء ما كتجيش هذيك الكوارديا السيفيل جا المهم جاو اصلا جات ديك لا مارين فيها بعض الدراري هزوهم من سميتو من تحت من الربع ما عرفتش ديك البلاصه ما عقلتش بالضبط. المهم هما هزوهم تما تلاقين معاهم ولاد الرباط هما جاو هما تبلا نتا كانوا 14 جمعونا كاملين صغرقنا في البحر شويه ما عرفتش شي ربعه السوايع هكاك عاد باش نشدونا للخزيرات ومشينا للخزيرات كانوا كتسنى تما واحد ستافيت ديال الكوارديا سيفيل وكروز روخا وبزاف ديال الحوايج خرجنا الحمد لله طلعنا معاهم سميتو للمرسى تما عطاونا اللباس عطاونا الحوايج عطاونا الماكلة دخلونا لذاك الكاميون ديال الكوارديا سيفيل داونا للكوميسارية ديال ناسيونال كلكم كاملين كلشي اللي كان في داك البار كل ديال مارينا كلنا
كانوا ديك الساعه المايور والمينور فهمتي. المايور هما دوزوا ديك الليله المهم داونا كاملين. هادشي اللي بغيت نسولك عليه. المايور كان عاطينهم واحد الورقه فهمتي باللي راهم مايور صفاوكم خصهم هما فهمتي يخول يخول كيتيولوا هو طلعوا الفوق هما يدبروا عطينهم 48 ساعه وحنا لي مينور عاوتاني هما داونا فهمتي بالسمونه وعطيناهم عندنا سينور بالسمونه عطيناهم العمار وهادي فهمتي جلسنا في الكالابوسو اللي هو السيلول دوزنا ديك الليله الصباح كيقدمونا سميتو لصحاب السنتر داونا انا وخمسه ديال الدراري لواحد السنتر ديال داونا لواحد السنتر كاين ما بين الخزيرات وطريفه كاين في الوسط هو في الغابه. المهم دوزت في داك السنتر تقريبا سيمانه والمهم انا ما قدرتش نصبر لحقاش معدوم الماكله ضعيفه وما كيتصلوش مزيان والدراري قلت لهم يلا لقيتي بزاف الدراري تما كانوا بزاف كلهم قاصرين ما كاينش قال شي واحد مريض. وكيفاش كانوا كيتعاملوا معكم مزيان؟ يتعاملوا معنا قاصح هذاك البلاصه كيتعاملوا ماشي من ناحيه الماكله المعامله طريقه الكلام وطريقه الكلام كيتعامل معنا مزيان فهمتي. كان واحد كاين الدراري تما اللي جايبين واحد شويه ديال التيمبو عارفين اللغه السبليونيه وكانوا كيساعدونا فهمتي باش كنفهموهم واش كيقولوا لنا المهم باش نتفاهموا التواصل بيناتهم. وبدلتي سونتر؟ لا ماشي بدلته انا ما قدرتش نصبر دوزت سيمانه قلت للدراري كانت واحد الرحله قالوا لهم باللي غادي يخرجوا لشي جبل تما باش يضربوا دويره وانا فهمت انا استغلت الفرصه فهمتي. هما اون فوا دايرين جوج جروبات واحد جروب في العشيه وجروب في الصباح فهمتي. المهم الجروب ديال العشيه كنت معاهم انا فهمتي وكنت غادي نخرج انا اش درت استغلت الفرصه بقيت في البيت ديالي حليت الشرجم المهم خرجوا هما كانوا كيقلبوا عليا باش نخرج معاهم وانا خرجت هربت ضربت الدور على الغابه دوزت المهم واحد العذاب بزاف ما وصلتش اخر زاري صرت ما ندير الليل بالرجوله دوزت ما طلعت الجبال هبط طلع لحقاش ما قدرش نمشي مع الشارع لحقاش الشارع كيدوزو فيه كورديا سيفيل كيدوزو فيه المخزن فهمتش لا زدت ما غيشبروك يعطوك العصير رجعوك للسندرا على انا كنت كنمشي مع الغابه فهمتي وخا انت مينور يعطوك العصير ماشي مينور لحقاش المهم هما فهمتي ما يقدروا يضربوك كيقول علاش هربتي غير باش يخلعوك فهمتش باش ما تعاودش مره واحده اخرى فهمتش على انا ما بغيتش نمشي مع الشارع مع الشارع هو راه عارف زيد وصلت الخزيرات مع 12 الليل ماش ديال الليل مشيت ديال الطامين تال سميتو ولا المحطة مشيت كنسول تما كانوا المغاربة بزاف فالخسارات راه عارفين ديك البلاصة ما نهضرش معاهم قلت لهم هذا جيت حراق هما شايفين اللبسة ديالي ديال السنتر ديال داك اللي كاين ما بين الخسارات وطريفة تعاونوا معايا كان ديك الساعة واحد الكار مع جوج كيطلع المغرب خصني نطلع ب 24 اورو وما عنديش الفلوس المهم تعاونوا معايا يلاه جمعت هذيك 20 اورو خاصني 4 اورو صافي مشيت لديك المحطه باش نقطع باش نشوف نقول له معاك تعاونوا معايا باش نطلع المغرب ما تعاونوش معايا المهم مع حتى واحد ما تعامل معايا قال المغاربه هذو ولا الصبليون المهم الصبليون المغاربه ديك الساعه كان بالليل فهمت وما عاونونيش صافي قلت حتى الصباح تسنت الصباح وهضرت مع والديا كان عندي التليفون قلت له الحمد لله انا في الخزيرات انا وصلت وقلت لهم بلي راني حاصل هنا دابا حدا المحطة وما عرفتش شكون اللي غيديني وما كاينش الفلوس هضرت معاه وقالوا لي بلا سي بس ديك المحطة راه غيجي عندك واحد السيد اصلا الوالد هو اللي تعرفو كاين في واحد البويبلو تما ما عرفتش شنو اسم داك البويبلو جا عندي بالفعل جاب طوموبيل هزني داني عندو الدار شرا لي الحوايج المهم دوزت عندو واحد يومين مزيان واكل شارب الحمد لله ارتحيتي ارتحيت صافي وقال لي فين باغي تمشي قلت له انا باغي نطلع للبلباو وقطع لي كاع في الكار هو مسكين السيد مشى قطع لي وطلع دارك طاميطو وصلت للبلباو وبس معاه تاني شي ناس تما كنعرفهم كيعرفهم الاب ديالي من البلاد مولا الشلوح ديالنا فهمتي هو اصلا نهضر معاهم وجيت لتما تعرضوا لي في المحطة ديال البلباو وبس معاه محشومة في الدار واحد تقريبا واحد جوج سيمانات المهم ديبانيش عندهم وقالوا لي شحال في عمرك وهذه قلت لهم انا عندي 17 عام و 7 شهور قلت لهم قالت لي 6 شهور باش نريقل 18 قالوا لي من احسن دابا انا في بلبون يقدر يعطيك الوراق يقدر ما يعطيكش الوراق فهمتي انت وزهرك حيت عندك 17 عام عطيك غير 6 شهور قالوا لي الحل الوحيد انك تمشي لغاليسيا غاليسيا معاهم ديجا عندهم خوتهم هنايا في السنترو المهم هضروا معاهم قالوا لهم راه واحد ولد البلاد راه غيجي عندكم وهادي
صافي انا اقتنعت راسي هضرت مع الوالد قلت له ضروري غنمشي لهاد البلاصه لحقاش قال لي هو قالوا لي بلي راه مش كيتعاونوش ما تجيب واخا تجيب له معاش 3 شهور تبقى 3 شهور باش تريقل 18 عام يعطوك الوراق فهمتش ومهم وديك الساعه ديك الهضره اللي قال لي صافي قلت صافي نتوكل على الله وجيت الحمد لله تعرضوا لي ديك الدراري صحابهم اللي كانوا في السنتر جوست وصلت مع 10 ديال الصباح قالوا لي راه خاصك تمشي للكوميساريه مشي للكوميساريه وداوني للكوميساريه ديال قدم راسي نقدم راسي بيبيت عليهم هضرت معاه قلت لهم سوي مينور هضرت معاهم بلونجلي شويه كانوا كيفهم بلونجلي قلت لهم بلي راه كنت في الخسيره ساعه ديال لاجيس وهادي خذوا المعلومات وبصمت وطلعت لهم صافي ودوزونا ديريكتومون تقدمونا للسنتر مينوريس اللي هو سميتو سان خوسي دي كالاسا سان خوسي دي كالاسا سان خوسي دي كالاسا اللي كاين في الخرجه ديال كورونيا ابيارتو هذا محلول فهمت محلول صافي ودوزت معاهم تقريبا داك عام و سي عام وشهرين هكا اليومين هذا عام وشي حاجه فهمت انا ما عرفتش بالضبط دوزت معاهم واحد المده كانوا كيتعاملوا معايا فهمتي كانوا اول حاجه انهم عطاوني بزاف ديال فهمتي ديال الحوايج دخلوني للمدرسه باش نتعلم اللغه دخلوني باش ندير تكوين مهني واحد المهم ديبلوم كورسو كما كيقولوا لنا في اسبانيا تعاملوا معايا بزاف الحمد لله المشكله الوحيده اللي مازال ضراني هي انني خرجت بلا اوراق لحقاش كان عندي مشاكل فهمتي كنت وقع لي شي مشاكل مع الدريه وبزاف ديال الحوايج وواحد الان دابا سميتو دابا انا كملت دابا 3 سنين ومازال خصني ندبر على كونطرا باش دابا انت دخلتي في القانون ديال الاقدميه دابا الاقدميه اوكي شنو تنصح خوتك هادو مثلا اللي كيجيو هنايا كيعطيهم ربي فرصه وكيجيو الغربه كيكون مثلا مازال مينو انا كنصح يجي بنادم يديرش المشاكل هي اول حاجه يجي هنا بنادم يدخل سوق راسو الا جا صغير يدخل السنتر ويتعلم اللغه يدير داكشي اللي تيقولوا ليه فهمتي ما يديرش المشاكل لاقاش الا بغيتي تقضي الغرض ديالك خاصك تهبط راسك فهمتي حيت ديك الساعه تهبط راسك وتقضي الغرض ديالك صافي عندك الحق كتولي ليبري كتقدر دير اي حاجه بغيتيها فهمتي اون فوا تكون ليغال كيتحلو لك البيبان ديالك فهمتي هادي اول حاجه كنصح بها الدراري وبالنسبه للسنه ديال الفيش طاس يخرج بنادم يدير في المشاكل ما يسرقش فهمتي لاقاش لا مايوري ديال الدراري الفئه ديال الدراري اش كيديروا كيخرجوا فهمتي من السنتر كيخليهم يمشيو للفيش طاس كيسرقوا التليفونات كيتشدوا فهمتي كيوصل داكشي للسنتر وكيعطيهم التزام كيعطيهم بزاف ديال الحوايج فهمتي هما الصبليون هذوك الناس فهمتي كيكسبوا داكشي فهمتي كيوصلوا لداكشي كما كيقولوا لا شونتا غاليسيا مثلا فهمتي كيوصلوهم كيقول بلي هذا السيد راه كيدير المشاكل شنو كيدير شنو كيدير ونعرف فاش كتبغي انت حاجتك تقضيها ما كيقدرش يعاونك نعرف فاش كملت 18 عام وات يقدر يعطيك الوريق يقدر ما يدير في الوراق فهمتي يقدر يدير كما كنقولوا حنا الصابون فهمتي ما يقدر يسيفطو كل البلاد يقدر ماشي البلاد هما يقدر ما يقول لك سير خرج بحال هاشك فهمتي اش كيديروا الدراري هنا عطينا انت شنو الافلام اللي شتي هنا انا الدراري تحكي لهم شويه من الافلام الدراري دوزناها في السنتر دوزناها مزيان الحمد لله نو نو الدراري هادو اللي كيطيروا كما كنقولوا كيديروا اش كيديروا هنايا شنو هي الحوايج اللي كيديروا مثلا هنا تيخرجوا الفيشطاج كيخرجوا الفيشطاج كيكون هاز الفيشطاج كيكونوا فهمتي الناس سكرانين راك تعرف بنادم كيكون الدماغ ديالو مشى فهم سكياش كيشوفها كبنادم طايح في الارض هاز مع الساق ولا شي حاجه كيسرقوا فهمتي كيدير بحال كيضحك معاه وكيدير ليه ديالو فهمتي كاينين الدراري اللي تنعرفهم كيعطيهم العصا كيضرب صبريون باش يدير ليه رزقه بالسيف وهادشي انا شفتو شحال من مره فهمت ماشي غير مره واحده غريساج غريساج ديال اغريسيف ديريكت وشي دابا هاد هما الامور اللي كياثروا على الانسان اخويا هادي راه في اي بلاد الانسان كيجي قصير ولا تجي كاع كبير كيحرقها فهمت غتجي غادي تكحل الدوسي نهار تبغي وراءك ما غتلقاهمش خاصك تبقى تجري وغيدخلوك من عين البرا كما كنقولوا شي عين البرا غيدوزوها عليك يدوزوها عليك زيد دابا بغيتك تشرح ليهم الامور دابا هذيك ديال القضيه ديال 3 سنين عطيهم كفكره هذيك القضيه ديال 3 سنين مثلا بالنسبه ديال الاقدميه اللي ما يورث خاص الى جيتي هنا اول حاجه خاصك دير شهاده السكنه اذا الانسان شهاده السكنه وشوف شي ريفوخيو هكا فهمتي باش يعاونو يديرو معاه سميتو شهاده السكنه لحقاش ضروري دير شهاده السكنه وثاني حاجه انك يكون عندك الباسبور ديالك باش تقدر دير شهاده السكنه فهمتي الا ما كانش عندك الباسبور ما تقدرش تدفع تمشي لاجونطاميون مثلا ودير شهاده السكنه
ضروري خاص يكون عندك باسبور ولو سميتو غير الفوتوكوبي ديالو فهمتي. ثاني حاجة خاص تصبر شوية فهمتي، تجلس في مثلا في الريفوخيو كما كيقولوا الريفوخيو بالعربية بحال باي روبينوز كما نقولوا السوسيال ديالهم ياك السوسيال ديالهم تبع معاهم تبع معاهم وتجلس كاين لحقاش كنعرف انا بزاف ديال المايور كيديروا انا شحال السكنه ديال الشهور كيطلع لفرنسا كيطلع لفوق بخير عشان يمشي يدير لها التجديد عاوتاني. هذيك غادي ندير ان شاء الله فيديو خاص هذيك حيت باش نشرحوها كامله غادي تشد لنا الوقت بزاف. باش كتنصح خوتك هادو مثلا اللي باغي يجيو هنا اسبانيا، انت راك ضارب هنا في اسبانيا، شنو يتعلم صنعه ضروري شنو الامور يتعلم اللغه شنو خاصهم؟ خاص اول حاجه باش يعيش هنا في اسبانيا ويلقى راسو مزيان. باش تعيش في اسبانيا اول حاجه خاصك تحاول تعلم اللغه ولو واخا تعطيها ساعه في النهار ولا ساعتين، حاول تقرا الليبروز تقرا الكتاب وتتعلم اللغه لحقاش ضروري اللغه هي اللي تفتح لك البيبان، هي اللي توصلك داكشي اللي باغي فهمتي. بلا لغه ما تقدرش توصل، تبقى حاصل وتبقى ما تقدرش تلقى شي انسان اللي يقدر يعاونك فهمتي. يعني ضروري خاصك انت تتعلم اللغه، ضروري اللغه هي مهمه، تقدر تطيح بها دريه، تقدر تكون تعيش بها مع دريه فهمتي، تخدم بها فهمتي. الا ما كانت عندك اللغه الباسي ديالها ضروري اسبانيوليه ضروري الباسي ديالها فهمتي، باش تقدر انت المهم دير كورسو ودير شحال من حاجه فهمتي، ديبلوم اي حاجه نو حيت انا كنقول اليوم ديما في الفيديوهات سواء كبير ولا صغير خاصك ضروري تجيب معاك صنعه. اكثريه الدراري الكبار هنا ما كيتعلموش اللغه فهمتي، كيقول تراديكسيون خصو. والدراري هنايا الدراري شتي دراري مثلا دخلوا للبليات تشردوا ودمروا حياتهم بزاف ياك، كيجي كاين بزاف الدراري كيكونوا في السنتر وكيجيو نقيين ما كيديروا والو حتى كيخرجوا على الطريق فهمتي. وشكون اللي كيخرجهم؟ الغراء، كيخرج للفيشطات كيشوف الدريات كيضحك معايا كتكلي كتشرب، خاصو حتى هو كيجي داك الهيت فهمتي، كتجي لك الشهوه خاصو باش يدير مع داك الشيء باش يمشي لي الدماغ ديالو باش فهمتي باش يدخل العالم ديالو داك الشيء. اخويا اش غادي نقول لك، شكرا بزاف فهمتي، انا نبغي لك اخويا الخير فهمتي، وتبارك الله عليك راه اخونا راه مدوز وعارف، نتمنى من الله تشد ورقاتك انت وتشوف الوالده ديالك اخويا. وانسان راه كيغلط في الحياه فهمتي، دابا انت الحمد لله صغير ابن اللي صحح الغلط والله يحفظك، دابا انت غلطتي في الحياه ديالك كاع درنا كاع ما خلينا ما درنا حنايا، ولكن شنو الانسان خصو يتعلم من الخطا ديالو. دابا انت راك مازالك صغير الحمد لله، مازال الحياه قدامك، راك عرفتي دابا شنو خاصك دير، نتمنى من الله تشد ورقاتك وتمشي تحت البلاد اخويا وتشوف والديك. اخر كلمه للناس اللي كيشافوك وتبعوا الاس ديالك. خوت كنتمنىكم تكونوا فهمتوا القصه ديالي، وكنتمنى الميساج يوصل، كنتمنى الناس اللي بغات تجي لاوروبا يكون هذا الميساج وصل لهم، ونتمنى يديروا داكشي اللي كما قلت لكم كما عاودت لكم، ينفوا بنان يجي هنايا يكون فهمتي يكون متواضع يحترم راسو باش يوصل للهدف ديالو. بارك الله فيك خوتي، كنتمنى من الله يكون عجبكم الفيديو. السلام عليكم ونشوفكم أخوة.